دلوقتي ده الدوبليكس اللي بيبص من التراس على البحيرة، ده الحمام، هيكون جاهز بعد شهر وهتسلموه على المفتاح. الغرفة التانية الصالة، وطبعا الخضار الجميل اللي احنا شايفينه ده بيفضل على طول موجود، ومن فوق نبص على البحيرة من التراس من فوق بتاع الدوبليكس، البلكونة، بسم الله ما شاء الله. طبعا هنا ده المطبخ والبلكونة من المطبخ ومن الصالة كمان. يلا بينا نطلع فوق. ده يكون مكان للمطبخ برضو. شوفوا بقى منظر البحيرة، ده منظر البحيرة يا جماعة، وهوا جميل جدا لأن احنا جنب البحيرة من البحر العظيم ده. وده التراس كبير وكويس، ورانا كمان بحر كمان اهو، يعني على يميني البحيرة والتاني بحر. غرفة كمان اهي، ده المجمع يا جماعة ينتهي هيتسلم في خلال شهر من 4، زي ما احنا شايفين كده، من 4 مباني. وده المدخل، وده الحراسة، الاستقبال. شوفوا شايفين مادة العزل، بصوا كده معايا، شايفين مادة العزل السودا ديت، اهي